في شكل أوقف شادي المولوي بتهمة الانتماء إلى جمعية إرهابية بقصد ارتكاب الجنايات، علما أن معلومات خاصة بالإم تي في كشفت عن أن الأشخاص الستة الذين تم توقيفهم ومن بينهم المولوي أخلي سبيل ثلاثة منهم وهم القطري عبد العزيز عطية الذي منع من السفر بالإضافة إلى فلسطيني ولبناني. يعني على شو اعتراضكم اليوم بالتحقيق؟ اعتراضنا على الشكلية اللي تمت فيها طريقة التوقيف اللي هي مش طريقة توقيف قانونية. في إجراءات كمان أهله للمولوي حيتخذوها بحق كل من خطفوا لهذا الشخص، لأنه عم ينحكى بالشارع طرابلسي أنه مش الجهاز الآن اللي وقفوا لهذا الشخص، إجت مجموعة خطفيته، وعندما تم أنه كان حتنكشف القصة مثل ما انخطف غيره من كذا محل لبسها هذا الجهاز وتحملها، وكلنا شفنا انه كلنا شفنا على السيدي انه اللي خطفوه سلموه لناس تحت على الدرج. اي جهاز؟ ما بدي اقصد حدا، خلي التحقيق يبين. المولوي وايضا بحسب المعلومات كان اوقف بعد حوادث نهر البارد لاتهامه بالضلوع باعمال ارهابيه، واخلي سبيله بعد سنتين من دون ان يصدر حكم بحقه، ومنذ حوالي 4 ايام اوقف مجددا ولم يستطع التواصل مع محاميه ولا عائلته. نتفاجأ عبر وسائل الإعلام أنه تم الاستماع له واستجوابه بدون أصول قانونية وبدون حضور المحامين اللي كانوا موجودين، وظلم تكت التوقيف بحقه. كمان هيدي علامة برسم الاستفهام. حكاية المولوي عرف كيف بدأت، ولكن من يعرف كيف ستنتهي؟